حبت فكتي قف بلاتك مشر ويقول عكرتا أما مرح يقول عكرتا أما علولة يقول عكرتا أما ودنا يقول عكرتا أما كريا يقول عكرتا سيرت ليها دعوة يري مسب برير أه أيوة لونت ونها حبت بعلوتك وبد وقول فتوي سقاب جوجن مد جوجن نين كانوا أردائنا وانا صوت أحمري محل عيها دان لهن التلفون أنا قال صوا وحالنا الله هي ويلا دنتي ويلا لا وعوي قلتوا غشاء أم أح قصاصتي لبادي مرحوم سي أود الدمية وحي أود الدنسية وحاينا محكمة دوكوكا كنتي دلتو غشاء أو أح كلين هبين كاسب عايق بيخك عبا يعني كغاتة أنا أوني هاي كغاتة بيها مركة بيها مركين اللي قدروا بعد لما سوماها بيها مركة حقوة مركة قجو 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 عايسي يعني حاك درمت بيها كلين ليين مركة سأير بلين كلين ليين أير كلين كجرو ما شافرتك سيصارة بس لا صوبح مركة نجي مركة بلادك غفك بلادك تلي أنا أتربر والإسوسي وحن الإسوسي عدوك إنت توت ركا هاد سيد هاد الشيء قاي من محيقون عدو بنها من لونتا من نقسك سيد الشيء قاي بوفك حبت فكتي قفك بلادك مشر ويقول عكرتا أما مرحي يقول عكرتا أما علولة يقول عكرتا أما ودنا يقول عكرتا أما كريا يقول عكرتا سيد تليها هاد الحوذي رمسيب برير أه أيو لونت بنها حبت بعلوتك وبات وقول فتويري سيد قاب جوكنا مجوكنا دين بارهنا مجوكنا مدن قدومي قرصار المحكمة شرف ثلاثة عوض مركز سقال كبيش اللواطن لواطني عفر هذا سنة محكمة هرتاقن سيدات ساعة بينما يواردية كدقي أو قصارنا يحرد هيلوين بلعت كتالي حيوك دالك صوماليات سيدات ساعة بينما واردية كدقي وابحي وحاو تقي ميل أراس لغو قبي حالكاسو أي كجرتي فرحات iya damaashad halkaas ay sanu markii uu tagay gabdhaha oo ku dooday in uu wiilal ka difaacayay isaga qabsaday isaga jiidanayay isaga rabay inuu dadka kala durgo si uu u qufsado dhalinyaradii markii ay soo baxdan wuxuu ku furay xabada meesha habeenaya wili bi xilli damba oo abaara 98 meesha u dhaxaysa si gabadhu inuu ku wataraba adigaana gabadhii daafaa difaacayeen gabadhu ma hortaan ku wadeysa ee wada iskuul ah ka baxme kiiska sidaas u waayay ilbaabko dhabiga dhaq ideyada muqdeenada gabar walaashay joogtaa ma qeylisay way imaadeen yarto walaalkay imaadeen gabarta walaashay deeyo dhahay مدينة يودايه كده من عبد الصور. نين كانوا أرداينا وانا صور لحمري. محل عيهدان لهن قال صوا وحالنا الله هي ويلا دنتي ويلا لا وعوي. جاري هلا صار نين كي دلي هدو نين كأرداي أنا كده بكعين هذا. ماشي أنا كده بكعين. قرقة أو حرق جر كيسة ما لان كسي قدن. يدور عن لحريرينا وعيني. ondeeyni ninkaas aan ku daba taaganahay ee laba ee dhaawac u taa halna oo meed u yahay ee dur xirada markii la galaayo oo ninka ku qabtay asoo ku qabtay iyo unukii askaro kulan qiraal adoo horteena ka sameeyay saddex baalooto inuu nimanka ku dhiftay way u yimideen bartaas u taagay heer way u yimideen way soo wadeen waa noo keenin haddii noo keenin santisi ee awdiriin waa tanaha ku istaagayreen oo ku istaagay saanti si qalada ugu istaagay gadaal oo xirabta agda mariyay taliya waxay ruuray safxay ugu istaag haddana uu ka hor mariyay markaas waxa ku dhahay ninkan aniga magaciisa waa la soo sheegay waana martay inuu in la weydiyo muhiimad ma taare waa la weydi karaa uu markaas magaciisa rasmiga ma aqaan magac koofar oo farooda leeyahay la sheegay war farooda buu jiraa waa la yiraahdaa waxaan raahay markaas xirigaada qor oo kaday aw waa kanaha xirigiis away way igum qeyhow markaas aan jeebka kasoo baxshay waxaan raahay xiriga malada waa la hayow ay taliya waxay yiri martay ninkan ka waran dadka soo dishay masaxa ma soo been waa saxow markaas ay baaritaan dheeri ah oo baaris ku sameeyay kiiskaani waxay soo baxday in eedaysanay dabla xooga محمد عبد احمد بوله وسي بريره وديري لو مرحوم وادي سومريد
ودنيا هان كلها هاي مستقبل وعبرشة كتيرين وعرضي قرآن دي سقران اه وكلا دعوة كلا وقيستي مواد الشعب عبد الرحمن علي محمد واه استحت من تير وبارك في الاستحباد اللي هذا كتير استار كالكال وقيا درتينك وحو كلا وكف سقيستي سكدي كف سقيستي حاوي ابراهيم نور واه قبر صوماريين وشيت من تير اه كونوا ديان كاس وحان لو تلقى عيدك حقوق الصوماريين يا السنة ودفاعه مواطنين الصوماليين لو تلقى ان وكدفع عدوه ما نكوس تشيستو مواطنين الصوماليين ودي برا وقيسو أصوات استعمال هاي ما دوينك درايس وحنا شرفت وده عيني بحقوق الصوماليين يقارن الصوماليين أصلا مواطنين الصوماليين سبرير عد ودري أنا جو سوق بجبين هنا عبد الله هشتا هذا السنة محكمة دهور تاعن هذا السنة وها أنكوسا هذا هناي دل برير أح يدعوا سكوداي كوفسي iyo inuu isticmaalay daroogo mudan gudoomiye garsoor ah maxkamadda sharafta leh eedaysanuhu waxa uu ka tirsan yahay xogga dalka Soomaaliyeed oo loo tababaro inay ilaaliyaan dalka iyo dadka iyo diinta shacabka Soomaaliyeedna ay gacan u fidiyaan ma samaynin intaas ee iyagu farxad qaba oo aroosaya ayuu farxadii wuxuu u bedelay mugdi iyo ooyin ku bedelay mudan gudoomiye sida uu maxkamadaba ka hor qirtay wuxuu dilay laba marxuum oo daayar waxaan rabaa la xashada qaraanka oo u leexanayo u dhahay naftiisa u difaacanay yaa loo sheega daayar yaani qorale weerareys xanfila ma jirto shan iyo toban jir yaani qor heesta weeraray mudan gudoomiye maadaama uu maxkamada ka hor qirtay oo una yahay qiraalku sayyidul adilla maadaama aan keenay marxaati sharci ah oo ku filan eed loo heesto maadaama eedaysanuhu oo sida xasharaad u dilay bani aadamkii xurmada lahaa dabcan waa alqatlu alamdi oo sidaan u dhacay sidoo kale waxaysan waxba ka jirin eedaysanaha xabada waa iga fagtayri sababtoo ah waxaa lagu soo tababaraa ka ilaali naftaada oo ka ilaali nafta walaalka ballanteeda u heystay qoraga halistiisa u yaqiinay inuu yaqiin waxa ku dariila saddex baalooto u rido kaliya saddex baalooto dadka goob kaga dhufta waxa uu kaga dhuftay meesha laga dhinto maxay hadday fakato lugta ugu dhici weysay maxuu si mid ka mid ah ula gafi waayay weeraan mudan gudoomiye waa nin taxadir badan la geliyay dawladdu ay u gelisay inuu cadawga la dagaalo hase yeeshee ku dilay shacabka Soomaaliyeed waliba da'yartii ahaa mudan gudoomiye maadaama aan cadeynay aan u keenay markhaati isaguna uu qiraal yahay qodobka ugu culus maadaama markhaati isku xirxiran ilaa laga soo qabto aan keenay maadaama ilaahay subxaana wa tacaala madaxiisa ku sabo oo soo dejiyay qisaas maadaama qisaasku raxmad adduunka loo soo dejiyay dadkuna ay ku nabad galaan oo yahay maadaama aan cadeynay wax kasto noogala baahnaa sharcan wa qaanuunan aan maxkamadda ka hor cadeynay maxkamadda waxaan ka codsanaynaa inay aqbasho eedayna inay aqbasho gabagabadeena in ay aqbasho codsigeena oo ah dil toogasho ah oo ah qisaastii labadii marxuum si uu u dhadhamiyo wixii uu u dhadhansiiyay subaxnimada saaka ah abaaro sagaalka subaxnimo waxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwad ciqaabeed lid ku ah eedaysane deble xooga lixdan iyo laba kun afar boqol lixdan iyo kow maxamed cabdi axmed buule lix iyo labaatan jir ah ina xaawaluul xasan cabdulle ku dhashay xamar ka tirsan ururka soddon iyo koowaad guutada soddonaad ee birjeex xoogga dalka Soomaaliyeed kaas oo xafiiska xeelaalanta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey dembiye culus oo kale ah inuu isticmaalay maandooriyo noociisu yahay taramadol iyo kaniinka loo yaqaano laba laba shan iyo labo isku day kufsi oo ku sameeyay dhibanad xaawo Ibraahim Nuur oo shan iyo toban jir ah saddex dil bareer ah oo u geystay
مرحومين تكلا أه حسين شراي محمد هي مرحوم أبوكر علي محمود أفر إنو داوع لسوق يستيقظ بناء عبد الرحمن علي محمد دنبية داس أو دعي تاريخ دمر كي إهد سقالكي بشي لبات لبكون أفر لباتن أبارو سدح دا يلباتن حبي نمو قوبت دنبية أكد عوى وديغان كعرفاك يدق مدى بلعط قبل كشبه لذا دحي محكمة دو مر كي إيد لقيستي أدلو جدي أدي سنها أو محكمة دا كور شيغي إن أو مران كذا شيء إن أي هريستاجين السجع سد هذا لأن يراه مران كذب وغرق يسحب بدأ وكتوري أي أجريودين لبا كميت هذا كاسي مرك فرقة محكمة ده مركات ياش مرك إيه دقيستي وإيش محكمة ده حكور عديين إن أي سنها وقبص ذي لبند حاو إبراهيم نور إيو مرحومين تا أي مران لحمر كذب وحبضة وكفرد أي سنها سد سنة أجريودين لبا مرحوم markay maxkamaddu aragtay marag muujinada kala ah qoriga AK-47 oo uu isticmaalay eedaysanaha inuu xabadaha ka rido fooqyadii ka xab iyo gumici uu tuuray eedaysanaha warqada dhimashada marxuuminta maxkamaddu markay dhuuxday dooda u dhixisay dhinacyada kala ah xeeraliyaha ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaaca ee eedaysanaha sidaas darteed maxkamadda waxa uu cadaatay in eedaysane maxamed عبدي أحمد بو لبرود او غالي دنبيو علوس او كلا اه دل كاس اه داوا علوس اي استعمال كا كنين يدا كلا اه ترامدول اي كنين كلو يقانو لابا لابا شان سي او سخرط او هلو وحاينا محكمة دو كحكونتي دل توغا شا اه او اه قصاصة مرحومين تكلا اه حسين شرايا محمد اي ابوكر علي محمود انا قو حالي الى هذا شراي محمد عربو علي رهدا ويلش دال او دنتين ويل كميدا هان دلي حسين شراي محمد عربو علي رهدا الحمد لله شكر بالعالمين وحوايه محكمه ساكن وانا اين وعدي وانا نمد خرنا ماركت غان كو ديق لها محكمه غانت كو هيساي وانا ولا قبتي وانا ولا خري وانا لو وعي وانا نمد قوانك أي محكمة سو سارتي وقوان أنفعي وانا خوغا نعصنا وانا خوغا نعصنا أنا قلنا فاندي وخوغا نعصنا داد كان وحواي موقتهاي نحريس توالو وقنعا قفك وحواي مارك أي مارك تهدو لهي لهذا إلهي سوق بني الله مارك تهي ودد قاد لي لهي قادو وخوغا نعصنته مارك محكمة دا وشرفينا الحمد لله شكرا عالمينا حكم كاس أي نور هدي نواكو قنع صنهاي محكمة شرفت إذا ما غلب سبحان كأصها يا مر لماضي مر كوبادي مر سدحات إني نكاس لما يجي ويلش جيل كي رسو كرايو يضلك يضلك ضدك الدفاع على هاي إن أي نو جيسو أن كأصينا محكمة أمر معها أصه واي وحن كأصينا مش نبكي كده عي وحاجة وان ما دلنا يرى أنك على مذا سئ هو وانا قاتان وحن محكمة إذا ما غلب كسيده مالك استيجوت أن كأصينا إني نكتك نكاس نوجيسو ماشي فلك كلا محكمة الحكم كي جات وأخوك عن السنة وأخوك عن السنة واحد علي أبوك علي محمد محرومك أبوك علي محمد أنا واحد بلع ضوء مذي محكمة أي ويل كي جد لي أي نصوا وعضي واحد محكمة شعرفتها لو أكون ما حصلت هاي دل كتوجا شاف يكون حنا قطعي وأنا أوبا ما حد عليه هنا هنا نود الدجيانو بس هستي سسان وأرب